السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. والنهارده برضو بنكمل مع بعض السلسله اللي بداناها بتاعت الاجهزه الكهربائيه. طبعا عايزه افضل سعر وافضل مكان وافضل منتج. انا برشح لكم بكل قوه المكان عن ثقه يا جماعه، معرض السليمانيه للاجهزه الكهربائيه. المعرض ده طبعا هو فيه شحن اونلاين، فيه توصيل، فيه اللي انت عايزاه عن ثقه. الناس دي يعني حاجتها محترمة جدا وعن تجربة، انا جربت من عندهم منتجات كتير، فبنصحك بيها وبرجحها لك اذا انت بتجددي او بتجهزي بنتك او بتشتروا حاجة في البيت او كده. فاحنا عملنا البوتاجازات والنهاردة هندخل على التلاجات. التلاجة عامل عرض على التلاجة البوش اللي هي الالماني. طبعا احنا موزعين لشركة بوش طبعا بجميع منتجاتها، في موجود حاجات رفاية فيها كمان بوش. احنا معانا البوش ده، هي دلوقتي الثلاجه دي 328 لتر، تعادل 16 قدم، الماني طبعا بوش، تجميع تركي، بلد المنشا بتاعها تركيا. الثلاجه دي اللي هي اسمها كي دي ان 43 328 لتر، ده الموديل بتاعها، ده موجوده في اي حته ب 10500، ده نازل عليها عرض عندنا خاص وحصري ب 9800 جنيه فقط. يعني فيها توفير كده حوالي 700 جنيه. 700 جنيه خصم لفتره محدوده جدا، الكميه يا دوب هم خمس ثلاجات عليهم خصم، اللي موجوده الخصم على الثلاجه اللي حضراتكم شايفينها، وده الكارت بتاع الثلاجه ان هي موفره للطاقه 10 سنين، كمان 10 سنوات طبعا الثلاجه عاليه جدا، كمان 10 سنين، وفيها اوبشنات جوه ممتازه جدا الثلاجه دي. طبعا الماتيريال والحاجه بتاعتها هي ضد الكسر، الزجاج ده بتاعها ده فريزر، كويت فريزر، بيجمد الحاجه اسرع مرتين، ممكن نشيله خالص الرف ده لو عندنا حاجات كتير، يبقى ايه، يبقى المساحه واسعه معانا هنا كده. ثلاجه يعني ثلاث رفوف في الفريزر. الحاجات بتاعتها كلها حاجات خامات صديقه للبيئه، كلها حاجات صحيه جدا. فيها طبعا المالتي اير فلو اير فريش فلتر، حاجه اعلى من بلازما كلاستر كمان، وعشان ما تطلعش روائح في الثلاجه، تفصل الروائح عن بعضها، ما يبقاش فيه روائح، الاكل ما ياخدش ريحه من بعضه. درج الخضار اللي تحت فيه خاصيه الفيتا فريش، بيعمل رطوبه في الدرج كده زي ندى جوه الدرج، بيحافظها على الخضار فريش كان لسه جايبينه من السوق مرتين، فتره اطول عن اي ثلاجه ثانيه، عشان الخضار ما يصفرش. الفيتا فريش الخضار والفاكهه، عشان الخضار بتاعك ما بعد يوم او اثنين ما تلاقوش صفر وكده، بينديه كانك بتنديه من هنا كده، بيعمل ندى جوه الدرج كده، بيخلي الخضار طازه فريش كانه لسه جاي طالع من السوق بالظبط. وده شكل الثلاجه معايا يا جماعه، ده شكل الثلاجه، في اضاءه ليد في الفريزر واضاءه ليد تحت، بيبقى حاجه روعه تاني خالص وهي شغاله، بتنور. ثلاجه فخمه جدا جدا، شايفين هي تستحق الاقتناء، يعني حاجه جودتها عاليه جدا. طبعا منتجات بوش غنيه عن التعريف، معروف ان هي كلها الماني، ومقارنه بسعر الثلاجه المعمول عليها عرض، استفيدوا بالعرض ده. الثلاجه اهو شكلها عامل 800 جنيه، شكلها سيلفر. طب هي في منها الوان تانية في المخزن؟ لا هي سيلفر، هي فيش منها الا اللون السيلفر. طبعا في حاجات موديلات تانية جايه، نازل موديلات تانية برضو، اللي هو الفريزر من تحت، الكومبي والحاجات ده، هي بكره برضو هتبقى اسعارها كويسه وحاجاتها هتبقى لها كويسه، وهتبقى برضو مقاسات تانية واحجام تانية، يعني على حسب المكان اللي عندك او على حسب السعه اللي انت عايزاها او عايزه اكبر او اصغر من كده، ان شاء الله بتلاقي كل حاجه موجود، والمكان بيوفر لك طلبك، يعني حتى لو كده تقدري تحجزي معاه، وبيوفر لك الحاجه اللي انت عايزاها وقت ما بتيجي، وتتشحن لك من غير ما تيجي وانت قاعده مكانك بالتليفون وعن ثقه. تغليف كويس جدا الحاجه اللي بتتشحن، يعني بيحافظوا على الحاجه كانها بالظبط يعني رايحه عندهم هم. ودي الثلاجه الثانيه اللي معايا، دي توشيبا، دي الثلاجه توشيبا برضو، الموديل بتاعها اهو، ده الموديل بتاعها، الموديل بتاعها 351 لتر، دي اللي هي ثلاثه باب، اللي هي درج الخضار منفصل لوحده، ده سيلفر، لونها سيلفر. دي كام قدم؟ احنا قلنا كام تقريبا؟ 16. هي مش القدم، هي 351 لتر، ده بيبقى من 14 ل 16، في ناس بيبيعوا 14، في ناس بيبيعوا 16، هي بالموديل بتبقى كده، دي معروف كده. بلازما، فيها البلازما طبعا، توشيبا، الضمان العربي. شكلها اهو. طبعا عن تجربه انا عندي عن نفسي 14 منها، يعني لحد دلوقتي كويسه. شغاله. بقى لها 15 سنه او 16 سنه عندي، حافظه مكانها والثلاجه كويسه. اهي. ده رف كده تاني، رف بعد الفريزر، تقدر تحتفظي فيه الحاجة، السمك والفراخ واللحمة وكده، تفضل محتفظة بالتلج بتاعها فترة يعني. طبعا فيها إضاءة وفيها كل الكلام ده، التلاجة. ده درج للخضار، درج تالت، بس درج عميق شوية، منفصل عن التلاجة، بيبقى لوحده كده، بس لو في حاجة خضار عايزين نطلعها أو حاجة لوحده، منفصل بقى عن التلاجة الدرج ده. طبعا التلاتة بقى ما بيهدرش الطاقة، بس لما نفتح حاجة واحدة عايزين حاجة، نفتح حاجة الحاجة اللي عايزين نجيبها بس. ده يعتبر يعني وحدة مستقلة عن التلاجة الدرج ده. او ده شكلها، ده شكلها معايا من غير ثلاثة باب، عرض خاص عرضه موجود عليها، التلاجة دي 8750 جنيه فقط، 8750 جنيه التلاجة دي.
8750 جنيه عرض خاص وحصري على ثلاجه توشيبا دي. طب هنشوف بعد كده. طبعا الناس اللي بتدور على الديب فريزر وشغلها موضوع الديب فريزر اهو معانا. ديب فريزر توشيبا صغير اهو في الحجم وكبير في الامكانيات اهو، شكله اهو صغير خالص اهو. وريني بقى كام درج الدرج بتاعته برضو من جوه، 4 درج ورف كبير ما شاء الله. يعتبر درج، يعتبر 5 درج، 5 درج اهي الادراج ده، يعني 5 درج. الادراج حلو عميق اهي. طبعا هنا ده بلاستيك نوع مقوى. انا ما انصحش حد يا جماعه ان يجيب في الفريزر بتاعه، حتى لو ما خدتيش النوع ده ما تجيبيش اللي هو البلاستيك ده في الفريزر من هنا، لان انا عندي عن نفسي عن تجربه، وده لو جبتيه بلاستيك بيتكسر من هنا، فبلاش. خليكي في الانواع دي، لان الفريزر هيبقى فيه حاجات مجمده تخبط في الدرج. يعني انا لما يكون الدرج كله زي كده الاكليريك ده بيتكسر، لكن انت البلاستيك ده احسن طبعا. اهو ده الفريزر، ده شكله. احنا نقول ان هو 5 درج، يعني هو الدرج ده فرق عنه عن الباقيين ان هو ملوش كفر او غطاء، لان بتحطي فيه فواكه او حاجه زي كده. اهي ده الفريزر، رغم ان هو حجمه صغير بس ساعته كبيره، بياخد معاكي كميات كبيره جدا، ما بياخدش مكان وفي نفس الوقت درج كبير، ما بياخدش يعني انت لو حطيتي عليه مفرش كده وفازه ولا كانه موجود، مش هيسبب لك اي قلق في البيت، مش هياخد مساحه زي الثلاجه ويعمل ازمه، يعني جنب دولاب جنب اي حاجه مش هيبان اصلا ان ده ديب فريزر. ممكن تقفله كده حضرتك عشان تشوفوا حجمه. ارتفاعه تقريبا ممكن نقول ان هو ايه، متر و10 تقريبا، متر و10. طبعا ده الموديل بتاعه اسمه اهو. الناس اللي ما عندهاش مكان ونفسها بديب فريزر اهو، توشيبا بتقدم لك الديب فريزر اهو. طب ده عليه عرض ولا ما عليهوش؟ ده عليه عرض برضه ب 7750 جنيه. عليه عرض ب 7750 جنيه. طبعا محدوده جدا عشان الكميه محدوده يا جماعه، الكميه محدوده. بعد 4 ايام الكميه محدوده جدا، عليه برضه عليه العرض. اللي عايز يتصل ويحجز ويجي يخلص. الاسعار غير كده خالص، الاسعار في السوق غير كده. يعني ده انا اعرف عنه من 3 4 سنين. صراحه فرصه لاي حد الفريزر ده، لو عايزه برده دي فريزر وعايزه يعني ما بتحبيش بالاكل متخزن او كده، دي فريزر ده حلو برده بالنسبه لك، كمساحه كسعر كامكانيات. يا رب يكون الفيديو عجبكم. وطبعا اقول لك ان المخزن فيه حاجات تانية وجاي لهم انواع تانية، مش شرط بوش توشيبا، الانواع دي موجوده عندهم برده فريش، موجوده عندهم انواع كتير. اي نوع انت حباه العنوان هسيبهولك في صندوق الوصف، تقدري تتصلي بيهم وتكلميهم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ومع السلامة.